بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقه جديده هنتكلم فيها عن النادي الاهلي، هنرد فيها بكل قوه عن كل الكذب والشائعات المغرضه ضد النادي الاهلي. لكن في البدايه ما تنساش افضل حاجه بنبدا بيها فيديوهاتنا الصلاه على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نخش على طول على اول فقره معانا. انا ما اعرفش ليه استوديو اون كل ماتش البيراميدز مفيش حد في بيراميدز الا عبد الله السعيد، يعني تلاقي الاستوديو كله المحللين ومقدم الاستوديو التحليلي، لا حديث ولا صوت يعلو فوق صوت عبد الله السعيد واللي بيعمله عبد الله السعيد واللي بيقدمه عبد الله السعيد وحلويات عبد الله السعيد وايس كريم عبد الله السعيد. وفي النهايه بيراميدز ما بيكسبش اي بطوله، عبد الله السعيد خلاص عقده قرب ينتهي وبيراميدز ما كسبش شماعه، ما كسبش طقم كوبايات مع عبد الله السعيد. ليس تقليلا من قيمه عبد الله، لكن انا بسال سؤال ويا ريت الناس ترد عليا في الكومنتات، ايه الفكره ان انا النهارده كل ماتش لبيراميدز كميه تطبيل لعبد الله السعيد لا حصر له، سواء كان داخل الاستوديو المعلق تحس ان عبد الله السعيد ده هو اللي اخترع كره القدم، ان كره القدم دي كانت مربعه وعبد الله السعيد هو اللي نفخ حبتين وبقت مدوره. طب تبص لعبد الله السعيد، ايه هي اسهامات عبد الله السعيد؟ مفيش. كسب بيراميدز بطوله؟ لا. وصل بيراميدز لبطوله؟ لا. كسب دوره رمضان مع بيراميدز؟ لا. طب ايه يا جماعه؟ ايه يا جماعه، هو عبد الله السعيد عامل لكم ايه؟ اتاري ان البعض بيظن انك لما تطبل لعبد الله السعيد معنى كده انك بتكيد في جمهور النادي الاهلي، انت كده بقيت الواد الحراق، انت بقيت كده الواد الكياد. لا والله، لكن اللي بيزعلنا ان دي كرة قدم، ما ينفعش ابقى شايف حاجة بعناية الاتنين ويعني عندنا شوية فهم بسيط في كرة القدم وتطلع تمجد في عبدالله السعيد وعبدالله السعيد بيتمشى في الملعب. ما ينفعش عبدالله السعيد في ماتش امبارح قدام فيوتشر يرتكب فعل ماشين وسلوك ماشين مع حكم المباراه بالاحتكاك في حكم المباراه وتيجي تعمل نفسك مش شايف. لا والله، ده مش كيد نسى، لا مش كيد نسى، ده انتوا تخطيتوا الموضوع ده بمراحل، ده بقى شغل مصاطب. ان انا النهارده اشوف الغلط قدام عيني وصهين، اشوف حد بيرتكب فعل غير رياضي وكبر ما تكلمش عليه، لكن اقعد اطبل للاعب ومجد فيه وحرفيا هو يعتبر بيشطب، حرفيا في كرة القدم هو بيشطب. عبد الله السعيد له كامل الاحترام، لكن انا بتكلم فنيا، بتكلم كورة، بيعمل ايه عبد الله السعيد في الملعب احنا مش شايفينه عشان كمية التطبيل اللي بتحصل لعبد الله السعيد. امبارح احد حكام الاحتواء واللي يعني نقدر نقول كده حسبي الله ونعم الوكيل في كل حكم بيظلم، سواء كان الظلم ده مقصود على النادي الاهلي او لصالح الاندية المنافسة، احد الحكام اللي السنة دي بس مضيع عليا 5 نقاط. انت متخيل احنا لسه ما خلصناش الدور الاول وضيع مني 5 نقاط بسبب هذا الحكم، سواء كان لما بيكون على تقنية الفار او لما بيكون حكم للساحة. السنة اللي فاتت مضيع مني حوالي 5 نقاط زيهم، يعني لولا الحكم ده ال5 نقاط بتوع السنة اللي فاتت كان زماني بطل الدوري. ومع هذا الحكم طالع في صورة الحمل الوديع في احد البرامج الرياضية الكبيرة ويقول انا كنت قريب من كاس العالم وكنت محتاج زقة. ايه ده، انت محتاج زقة تنزل في الترعة، محتاج زقة تنزل الترعة تنضف من الاحتواء اللي انت فيه. هو انت مش شايف اللي انت بتعمله؟ هو انت مش شايف ان الماتشات اللي انت بتوجهها؟ انت مش شايف انت بتعمل ايه في بطولة الدوري؟ كاس عالم ايه اللي عايز تروحه؟ احنا هنهزر، كاس العالم ما فيهوش احتواء، كاس العالم ما فيهوش روح بروتوكول الفار، كاس العالم ليس له مكان او لا يوجد فيه مكان لامثالك من النطعاء السفهاء. هتروح تعمل ايه في كاس العالم؟ قال لك اصل انا كنت محتاج زقه وما خدتهاش. زقه ايه؟ ده انت محتاج عربيه تريلا تزق فيك، انت محتاج طياره تشيلك وتوديك كاس العالم، لكن بمستواك ده باحتوائك ده
بفضايحك ومهازلك التحكيمية كل ماتش للأهلي دي والله ما تستاهل حتى تروح آخر الشارع، والله ما تستاهل تروح آخر الشارع. امبارح عاد من جديد إلينا طارق حامد لرياضته المفضلة. طارق حامد بعد إصابته في الركبة التقديرية في الزاوية العليا اليمنى وانت داخل على ايدك الشمال بعد البنزينة في ركبته اليمين، قال لك انا عندي آلام في العضلة في الركبة اليمنى، فقلنا يمكن الركبة التقديرية. دلوقتي طارق حامد مسافر الامارات يا جماعة، ومش هيلعب ماتش الاسماعيلي، ومش هيلعب اي ماتش بعد كده لما ياخد فلوسه. ساعتها بس طارق حامد هيفوق من العضلة النقدية، ما في ركبة تقديرية وفي عضلة نقدية. لما الاي تي ام تشتغل ويوصل الرصيد هتلاقي طارق حامد زي الرهوان زي الرهوان. لكن طول ما فيش فلوس يا حبيبي، مره شد في العضله النقديه، مره اصل في الام في الركبه التقديريه، مره مش عارف ايه. فعايز اقول لك ان طارق مدي الطرشه لنادي الزمالك، وللاسف الشديد محدش قادر يفتح بقه، محدش قادر ينطق. ليه يا جماعة؟ هو طارق حامد يبقى مين؟ معلش مع احترامي ليه يعني، يبقى مين في كرة القدم عشان مش قادرين تفتحوا بقكم معاه؟ قبل كده بيغيب بشهر وشهرين، ودلوقتي بيسافر تحت شعار اصل انا ركبتي وجعاني ومش قادر افردها ومش قادر اتنيها ومش قادر العب عليها ومش قادر ومش قادر. ما تطلعوا قولوا للجمهور، قولوا للجمهور طارق حامد بيعمل ايه، قولوا للجمهور طارق حامد بيعمل ايه في الامارات، قولوا له. واحد من صحفي ميكروباص المحور اسمه الأرعاوي، فاكرين الأرعاوي اللي طلع في يوم من الأيام في 2019 قال لك الأهلي الحمد لله بقى في المنطقة الدافئة ومش هيهبط السنة دي، وفي الآخر الأهلي رزعه على القرعة بتاعته وكسب الدوري سنتها، وعرفنا مين هي الدافئة. النهاردة الأرعاوي بيبكي، الأرعاوي واحد من أشباه بيليا الدلدول بيبكي، قال لك الأهلي زي ما سرق لقب نادي القرن من 21 سنة بيسرق أوجستي بوش من نادي الزمالك زي ما سرق لقب القرن. أنا عايز بس أقول لك أبين لك العقلية البليلية اللي احنا بنتعامل معها. والله احنا بنتعامل مع أكثر الناس بلاهة وغباء. ناس بيبقى المعيار عندهم مش واحد، يعني نفس الموقف بيحللوا لنفسه ويحرموا على غيره، هو نفس الشخص يطلع يطالب بضم رمضان صبحي وتبقى صفقة القرن وأحسن صفقة في تاريخ نادي الزمالك. طبعا من حق الزمالك انه يضم رمضان صبحي، ليه؟ لان عقده انتهى مع النادي الاهلي، خلاص حقك تاخده. زي ما بالظبط لما تعاقدت مع عبدالله السعيد، عقده كان انتهى مع النادي الاهلي، حقك تاخده. طيب ليه النهاردة يا أرعاوي يا أهطل يا عبيد، عبدالله السعيد حلال، رمضان صبحي حلال، تفاوض لعبة الأهلي كلها اللي ليها عقود برضو حلال، لكن لما يجي النادي الأهلي يروح يجيب مدرب عقده انتهى ومشي من نادي الزمالك يبقى سرقة. سرقة ايه يا عبيد؟ سرقة ايه يلا يا بتاع البليلة يلا؟ سرقة ايه يا امرأة؟ والله لا تستحق إلا لقب امرأة، ولو ان في سيدات فضليات ضفرهم برعبة 100 شخص زيك، برعبة 100 دلدول من دلادين ميكروباص المحور، ميكروباص البليلة في الوقت الراهن. عايز اقول لهذا الأبلة بعد 21 سنة 22 سنة من موضوع لقب نادي القرن، ازداد في حرقانك، ازداد في بكائك. عايز اقول لهذا المعتوه يعني ازداد في حرقانك زي ما قلت لك، وازداد في اكلانك، وخد كينا كومب نصيحة لكل واحد بتاع بليلة. الاسماعيلي يا جماعة بيطالب الرابطة ان احنا نستكمل الرابطة. اسماعيلي اللي بينافس على الهبوط، بدل ما الادارة تركز مع فريقها في ماتش الزمالك اللي جاي ولاد العم، واللي اتمنى بعض الناس اللي بيقولوا في تفويت ما يكونش في تفويت، اتمنى بدل ما يركز في ماتشه مع اولاد العم وثلاث نقاط مهمة في سبيل ان انت تهرب من منطقة الهبوط، الاسماعيلي بيتمسك وبيطالب باستكمال كاس الرابطة.
ما تخليك في الخيبة اللي انت فيها الاول، خليك في الماتش ابو ثلاث نقاط اللي يشيلك من الغرقان. انت بتغرق، انت عايز حد يلحقك. ايه هتفوت الماتش؟ لا طبعا، انت محتاج تكسب الماتش. فليه بتفكر في بطولة لسه عليها بدري؟ ده لسه عليها شهر ويه على ما نتكلم على كاس الرابطة ومشكلة كاس الرابطة. ليه كم ليه ما تركزش في ماتش الزمالك اللي جاي؟ هل ده مقدمة ان انت هتخسر ماتش الزمالك اللي جاي فانت بتمهد عايز تفكر في حاجة تانية؟ معرفش. عايز اقول رئيس نادي الزمالك في تصريحات منسوبة ليه، ان الراجل بيقولك انا فتحت 6 جناين جديدة في النادي. اي لاعب من اللعيبة في الزمالك اللي عقودها خلصت هيجدد انا هعمل جنينة باسمي، اشرف بن شرقي، طارق حامد، انس اسامة، اي حد، اي حد ابو جبل هعمل له جنينة باسمه. وبقول للخطيب ابعد عن بن شرقي احسن لك، انا معايا توقيع لعيبة كتير من عندك. انا مش هرد، انا مش هرد. عايز اقول لك رضا الهجاص عمال بيلطم، رضا الهجاص اللي طلع قال الراجل بتاع الزيتون كلماته ده احسن مدرب في مصر ومش عارف ايه، قال لك لا لا ده في مؤامره بقى. انت اوعى تفتكر ان الهجاص ده ما بيفهمش، لا 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 ده راجل بيفهم، بس قال لك لا مش انا اللي ما بفهمش، اللعيبه بتاعه الطموح هم اللي عاملين مؤامره على المدرب ده عشان يمشوه. قعد يصرخ ويقول لك لا انا بفهم وبفهم احسن من اي حد وانا مش عارف ايه، والراجل بتاع الزيتون كلاماتا جونياس دوت احسن واحد بيفهم في الكرة في مصر واحسن مدرب في مصر، بس في مؤامرة جوه الطموح مش عايز يدرب في الطموح، عايزين يمشوه يزحلقوه. عارف يا هجاص عارف السبب ايه؟ موسيماني. ليه موسيماني؟ لان موسيماني هيفضل عامل لك حالة من الشياط، كل ما هيتقال موسيماني قدامك هتتنطط هتتجنن هتزداد حسرة على حسرة. انا عارف ان موسيماني تعبك، موسيماني تعبك لانه بيدرب اكبر نادي في افريقيا، اللي انت بس تتمنى تتمنى تبقى تشيل كور جوه النادي الاهلي، مش هقولك تدرب، تشيل كور جوه النادي الاهلي. لكن هذا الشرف امثالك من النطعاء لن يطولوا، مش هندي لك شرف انك تخش النادي الاهلي تاني باي شكل من الاشكال. هي كانت غلطة وخلصت، وحسنا فعل المهندس عدل القيع انه طلع فضحك قدام الناس كلها، لانك كنت عايش في توب ولابس لي توب ان انا الزملكاوي اللي ندمان ان رحت النادي الاهلي. المهندس عدل القيع طلع فضحك وقال قد ايه انت تحيلت على النادي الاهلي عشان تروح تلعب للنادي الاهلي. الاخ عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم مؤقتا سابقا رئيس لجنة التطبيع طلع قال تصريح، اتمنى التصريح ده يتحفظ للتاريخ عشان لما يجي في يوم من الايام واحد زي عمرو الجنايني ده يمسك ما يشمهاش تاني. عمرو الجنايني اللي له تسريب على كلاب هاوس بيقول لك انا دراعي اتقطع من هنا وحياة عيال دراعي اتقطع لو كنت اضر نادي الزمالك. ده حتى الزمالك لما انسحب كان المفروض اخصم منه 6 نقاط خصمت له 3 عشان ما ضرش نادي الزمالك. عمرو الجنايني النهارده بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك لو انا رئيس للكاف في سنة 2000 كنت اديت للزمالك نادي القرن وجايزة نادي القرن، لأن الزمالك هو نادي القرن ودي حقيقة. هات لك يافطة يا عمرو يا جنايني واكتب عليها الزمالك نادي القرن الحقيقي لو أنا رئيس الكاف. آدي يا جماعة الناس اللي بيمسكوا الكرة في مصر. ويطلع واحد قبله بتاع بليلة يقول لك لك الله يا زمالك، الزمالك بيتظلم، الاهلي مسيطر على كل حاجة، الاهلي مسيطر على كل حاجة. اللي لو انت مسكت تاريخ اتحاد كرة القدم ورؤساء مجالس الادارات مش هتلاقي 5% مسكوا كانوا اهلاوية.
أكتر من 90% كانوا زملكاوية، وبالرغم من ده كله الأهلي كان بيكسب، بيكسب ضد الحكام، بيكسب ضد الزملكاوية نفسهم، كان بيكسب. كابتن شوبير وجه ضربة موجعة لبتوع الزمالك. جمهور الزمالك من حقك اطلع قول انا مش هشجع، او انت جواك مش هتشجع الاهلي، دي حاجة ترجع لك، انا مش هجبرك ولا يشرفني والله ان حد يشجعني. انا لا يشجعني الا جمهور النادي الاهلي، يعني لا يشجع الاهلي الا جمهور النادي الاهلي، زي جمهور الزمالك لا يشجع الزمالك الا جمهور الزمالك. فكابتن شوبير قال لك ايه؟ الاهلي بطل مصر، بيمثل مصر في بطولة افريقيا، نفسك الاهلي يخسر براحتك، لكن خليها بينك وبين نفسك، لا تجاهر بكرهك للاهلي، لا تجاهر بحقدك على النادي الاهلي. درس مهم جدا من كابتن احمد شوبير لبعض السفهاء والبلهاء، مش من جمهور نادي الزمالك ولكن من عامة الجماهير، اللي بيحاولوا ان هم يخشوا صفحات الوداد المغربي ويهاجموا النادي الاهلي ويطبلوا لصالح الوداد المغربي. عايز اقول لك في فضيحة بتهز الكورة المصرية يا جماعة، في لوائح الاندية وانتخابات الاندية ممنوع منعا باتا ان اي عضو مجلس ادارة يشتغل في النادي باجر او بدون اجر، او يشتغل او يتعاقد مع شركة راعية او متعاقدة مع النادي بتاعه. احد الاندية في بطولة الدوري 2 اعضاء من مجلس الادارة شغالين في قناة مملوكة لشركة متعاقدة وشركة راعية لهذا النادي، والاثنين بيطلعوا، واحد منهم بيقدم برنامج والتاني بيستضيفوه كمحلل في البرامج الرياضية. هل من رجل رشيد يقدر يطلع يتكلم ويقول كده عيب؟ لا. ليه؟ لأن الناس دي هي اللي عاملة كل حاجة، هم اللي بيتحكموا في كل حاجة. لكن ده لو أهلاوي والله كانت الدنيا كلها اتقلبت. لكن فضيحة لا إحية لابد من كشف عن خيوطها. منهم واحد اسمه جمال فلة. سلام.